بعد إلغاء الخلافة وفشل مؤتمر القاهرة لإعادة هذه المؤسسة، أصبح التركيز في فكر الإسلام السياسي الحديث على مفهوم الشريعة في ارتباط بمقولة الدولة الإسلامية. وعندما نسألهم ما هي الدولة الإسلامية، يقولون أنها الدولة التي تقوم على تطبيق الشريعة. وما هي الشريعة؟ يقولون ما جاء في القرآن من أحكام وحدود. والواقع أن مفهوم الشريعة، كلمة الشريعة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة، إن جعلناك على شريعة فاتبعها، وجاءت مرة أخرى بصيغة شرعة، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، وجاءت مرة في صيغة شرع وشرعوا. وعندما نعود إلى أقدم التفاسير لا نجد أن فكرة الشريعة تعني الأحكام، الحدود، وما أصبح يعرف اليوم بالقوانين. عندنا اليوم عندما نتكلم عن السلطة التشريعية هي التي تشرع، فأصبح التشريع الذي هو صياغة القوانين أصبح هو المفهوم السائد لكلمة شريعة. والواقع أنه إلى حدود القرن التاسع عشر لم تكن كلمة الشريعة تعني شيئا آخر غير الدين، وكان المفسرون يقولون شرع لكم من الدين، أي فرض عليكم في مجال الدين ما فرض على ما سبقكم من أمم كالصلاة والصوم والزكاة والحج إلى آخره، أي كانت محصورة في الدين. وعندما يتكلم مثلا ابن رشد في فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، لم يكن يتحدث عن الشريعة بمفهوم القانون، وإنما عن الشريعة بمفهوم الدين. وكذلك عندما يكتب ابن تيمية عن السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية، أي السياسة الموافقة لمفهوم الدين. والسياسة الموافقة لمفهوم الدين، عندما نعود لابن القيم الجوزية، يقول الشريعة مبناها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي الهدف منها تحقيق العدل. ويضيف فحيثما ظهرت أمارات العدل وبأي وسيلة كانت فثمة شرع الله، أي لم تكن مختزلة في مفهوم قانون منزل صالح لكل زمان ومكان. السياسة العادلة من الشرع حتى ولو لم يأتي بها، يقول ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين عن رب العالمين. متى صارت الشريعة تعني، متى صارت الشريعة تعني القانون؟ في القرن التاسع عشر عندما وضعت تلك المجلات العثمانية والقوانين التي صاغها جنرالات الاستعمار في الجزائر وجنرالات الاستعمار في الهند، سموا تلك القوانين بالشريعة بتزكية من فقهاء السلطة. قالوا، سموا تلك المجلات بأنها الشريعة، حتى أن سلطان بني عثمان كانوا خط هميون وخط شريف، الذي هو ترجمة للقوانين السويسرية والألمانية. قدموا لها، هناك مقدمة وهناك خاتمة تقول هذا موافق لشرع الله وبالتالي فهي الشريعة الربانية. لماذا؟ القوانين في المجتمعات الديمقراطية الحديثة تفرض على أساس أنها تعبير عن الإرادة العامة للشعب. عندما لا توجد ديمقراطية، بماذا باسم ماذا تفرض هذه القوانين؟
باسم أنها موافقة لما أمر به الله. في كل المجتمعات وفي كل الثقافات وفي كل الأديان بنفس الطريقة، عندما لا يكون القانون يستمد شرعيته من المجتمع يفرض باسم الدين باسم المقدس حتى لا يطاله ذلك ذلك النقص وذلك تلك المعارضة لتلك القوانين. حتى أن نابليون بونابرت الذي سخر من الأديان قائلا أنا أعلم أن الأديان ليست إلا من ثمرات الخيال البشري، ويضيف أنا أعرف أن القساوسة لم يفعلوا سوى دس الأكاذيب، يضيف ما يهمني في الدين هو أنه أمتن دعامة للسلطة السياسية، مضيفا حتى يقبل من يموت جوعا إلى جانب من هو متخم، لذلك يجب أن تكون هناك سلطة تقول له تلك مشيئة الله، كما يقول رشد الغنوشي الأثرياء هم يعني بمشيئة الله، لماذا نحسدهم على ذلك؟ والأرزاق بيد الله. يقول نابليون بونابرت يجب أن تكون هناك سلطة تقول لهم تلك إرادة الله، والقسمة سوف تكون فيما بعد مغايرة، الأخيرون في هذه في الدنيا هم الأولون في الآخرة. وبالتالي يقول ما يهمني في الدين هي معجزة الاستقرار السياسي والاجتماعي. بهذا المفهوم أصبحت الشريعة بعد أن كانت تعني الدين بمفهوم الخلاص المنبع الذي يستمد منه كل إنسان ما يضفي معنى على وجوده وعلى سلوكه وعلاقته بالآخرين، أصبحت ذلك القانون المحدد الذي يجب أن يطبق، وبدونه يصبح المجتمع كافرا والسلطة كافرة. إذن مفهوم الشريعة فيه مغالطة كبيرة بهذا الانتقال من مفهوم الدين إلى مفهوم القانون.